بشرى لملايين التونسيين، سواء التوينس الموجودين في الخارج أو أيضا ذويهم اللي موجودين في تونس. رسميا البرلمان مجلس نواب الشعب يصادق على فصل بخصوص امتيازات جديدة في نظام الفسير. هذا اللي أعلنه النائب بمجلس نواب الشعب حليم بوسما، أعلن البارح أنه تمت المصادقة على مقترح لكتلة غير المنتمين في قانون المالية لسنة 2024 يقضي بتمكين التونسيين من التمتع بتوريد سيارة وفق إجراء FCR مرة كل 10 سنوات. تعرفوا بأنه حسب القانون اللي ساري قبل هذا الفصل، فإنه كل تونسي في الخارج عنده الحق مرة مدى الحياة، يعني مرة في كل الحياة يجيب سيارة FCR. اليوم البرلمان يصادق على هذا القرار، فرحوا بيه برشا الناس تونس اللي في الخارج ذويهم اللي موجودين في تونس. بالتالي مرة كل 10 سنين بإمكان التونسي اللي في الخارج إنه يجيب سيارة حسب الضوابط والشروط وكل شيء مرة كل 10 سنوات. نظام الفسيير يعني عرف منذ عام 95 برشا تغييرات على مستوى التشريعات والنصوص القانونية المنظمة ليه، وكانت البداية بالأمر عدد 197 لسنة 95 مؤرخ في 23 جانفي 95، ثم الأمر الحكومي عدد 1343 سنة 2016 مؤرخ في 2 ديسمبر 2016، وفي 19 جويلية 22 نصدر الأمر الرئيسي عدد 635 لسنة 2022 مؤرخ في 18 جويلية 2022، وتم بمقتضاه إلغاء شرط السنة لبيع السيارة الموردة ضمن نظام الفسير. نظام الفسير هو نظام امتياز يخص الضرائب اللي تفرضها الدولة على التوانسة المقيمين بالخارج حسب شروط معينة. كل تونسي مقيم في الخارج المدة ما تقلش على عامين عنده الحق في توريد سيارة إلى تونس دون خلاص معاليم الديوانة، يعني عنده الحق في الاستفادة من الامتياز الضريبي FCR في حالة شراء سيارة ركاب وإلا سيارة خدمات. المهم ما يتجوزش الميزان متاحة 3 طن ونص. قبل صدور الأمر الرئيسي عدد 635 لسنة 2022 لم يكن بيع السيارة الموردة حسب نظام FCR ممكناً إلا بعد مرور عام على توريدها، تبقى عام ساعة وبعد تتباع. فجاء قيس سعيد رئيس الجمهورية ومعناها ألغى اللي كان سائد وبدل، يعني تم التخلي على العام هذا. كان يلزم الانتظار مدة عام من تاريخ تسجيل السيارة الموردة من الخارج حسب نظام الفسيير حتى يتسنى للمواطن صاحبها معناها بيعها. خلال هالفترة هذه تم تسجيل السيارة تلقائيا في نونتا، نظام توقيتي. ومع هذا الذكر على بطاقة التسجيل التونسية لا يمكن بيعها لمدة سنة واحدة. مجلس نواب الشعب صادق رسميا بتاريخ 10 ديسمبر 2023 في جلسة عامة لفائدة قانون المالية لسنة 2024 ب 116 صوت مع 4 أصوات ضد واحتفاظ 26 نائب بأصواتهم. وبطبيعة الحال من نهار معناها الأربعاء والمداولات متاع نواب بشأن قانون المالية مستمر. باهي خليني نقول لكم بأنه هذايا باش يحد من غلاء الأسعار ومن السمسرة على مستوى بيع السيارات وغيرها. قرار تاريخي بشرة كبرى للتوانسة، وباش يحد زادا من الغلاء الفاحش للسيارات على قد ما تقدم السيارة إلا ويزيد السعر متاحها في تونس على عكس الدول الأخرى. هذه راهو نجم يساهم في الحد من غلاء الأسعار، وفيه برشا تسهيلات وفيه برشا امتيازات. خلينا نتذكروا مع بعضنا أنه التوينسة اللي في الخارج ومن خلال تحويلاتهم سجلنا خلال هذا العام نتائج إيجابية جدا على مستوى العملة الصعبة، ارتفعت معناها العملة الصعبة اللي داخل تونس من زوز حاجات. القطاع السياحي اللي كان طيب وجيد وباهي معناه حقق نتائج جيدة، والحاجة الثانية هي تحويلات التونسيين بالخارج.
فبالتالي هما يستاهلوا هذه الإجراءات الباهية. وكذلك معناها باش ترجع بالنفع على عدة قطاعات أخرى. أيضا في مجلس النواب تمت المصادقة على العفو على الديون الجبائية وعلى تمكين التوانسة من التمتع بعدة امتيازات. مجلس نواب الشعب أنهى أمس معناها كما نقولوا المصادقة على قانون المالية لسنة 2024 برمته، بعد ما نظروا فيه فصل فصل وميزانية ميزانية تمت المصادقة عليه برمته يوم أمس. وطبعا يقول حليم بوسمة النائب، يقول حرصنا على إبداء الرأي وتقديم المقترحات العملية في كل جلسات مناقشة مهمات كل الوزارات ذات الطابع الاجتماعي، وحاولنا نقل انتظارات التونسيين في أهم القطاعات. وفي الجانب الاقتصادي عبرنا بصوت عالي عن رفضنا لتواصل سياسة الاقتراض دون الاستثمار في التنمية وفي إعادة إنعاش الاقتصاد الوطني وخلق الثروة، ونددنا بسياسة الضغط الجبائي المسلطة على القطاع المنظم وعلى الشركات الصغرى والمتوسطة خاصة. ومن منطلق الحرص على لعب دور في الاقتراح، يقول نجحنا مع بقية الزملاء والزميلات في كتلة غير المنتمين في تمرير بعض الفصول الإضافية الهامة واللي تعلقت بالعفو الجبائي، تسوية وضعية الشركات والأشخاص الطبيعيين بعنوان الديوان الجبائية المثقلة، وكذلك حكي على نظام لفسير. المجلس كان صادق على مقترح الكتلة الوطنية المستقلة المتعلق بتعديل قانون المالية لسنة 2024 حول تخفيف العبء الجبائي على المواطنين بعنوان المعلوم على العقارات المبنية وغير المبنية، حسب ما جاء في تدوين النائب عماد وليد جبريل على حسابه في فيسبوك. بموجب هذا المقترح المصادق عليه يتم خلاص المعلوم لسنة 2022 و23 و24 السنة تذوم الكل، والإعفاء من سنة 2021 وما قبلها. وبالنسبة للباحثين العقاريين الإعفاء من خطايا التأخير وخلاص أصل الأداء خلال 3 سنوات حسب تعبيره. إذن قانون المالية اللي تمت المصادقة عليه الحقيقة شمل عدة إجراءات. البارح النواب صادقوا في جلسة عامة لفائدة قانون المالية لسنة 2024 ب 116 صوت نعم وإلا مع هذا المشروع، وأربع أصوات ضد، واحتفاظ 26 نائب بأصواتهم. من هالأربعة اللي فاتت هما يناقشوا فيه إلى حدود البارح معناه صادق عليه كامل. وفيه برشا إجراءات جديدة ربما أهمها هو لفسير.